شركة بن فاضل المزروعي تعتبر الأولى على مستوى العين من نواحي الجودة والإنتاج، حيث تمتلك الشركة 6 مصانع لتحميل الخرسانة، وتمتلك حوالي 55 خلاطة و12 بامب، أحدهم يبلغ طوله 55 متر، وهو الأول من هذه المواصفات، حيث تختلف أنواع الخرسانة المنتجة بالشركة، منها خرسانة ذات نوعية خاصة، وخرسانة عالية الإجهاد، والخرسانة المقاومة لإجهاد وامتصاص الماء، والمقاومة للحريق، والخرسانة المدعمة بالفايبر البديلة لحديد التسليح، والتي يتم في إنتاجها اتباع جميع المعايير والمواصفات الفنية والعالمية لتحقيق الجهد المطلوب منها داخل المواقع. حيث تعتبر الخرسانة المستخدمة في شركة بن فاضل هي خرسانة تقوم على تقليل الانبعاثات الكربونية عن طريق استخدام مواد بديلة للإسمنت، والتي تحقق نتائج عالية من الجودة والجهد المطلوب. إضافة إلى أن شركة بن فاضل تعتبر الشركة الوحيدة التي استطاعت في الآونة الأخيرة أن تصب حوالي 4000 متر خرسانة في يوم عمل واحد يقدر ب 12 ساعة متواصلة دون مواجهة أي مشاكل فنية، إضافة إلى امتلاكها عددا من المصانع التي أهلها إلى تحقيق المطلوب منها، حيث كان لها دورا كبيرا في عملية إنشاء المطارات والمدارس والمستشفيات والمشاريع السكنية التي تفوق 500 فيلا سكنية.